شكرا للزملاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الرياضية. في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة لرياضة القدرة البحرينية، حقق الفريق الملكي للقدرة المركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب للقدرة، والتي أقيمت بفرنسا بمشاركة 70 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم لمسافة 120 كيلومتر. وتمكن الفريق الملكي للقدرة من الظفر بالمركز الأول على مستوى الفرق بعد أن اجتاز 3 فرسان من الفريق جميع المراحل بنجاح، إذ حقق الفارس عيسى حميد العنزي المركز الثالث حاصدا الميدالية البرونزية، فيما حصل الفارس عبد الله الشاعر الرويعي على المركز الرابع، والفارس سلطان عبد العزيز الرميحي حل في المركز السادس. هذا وقد فاز فرسان الإمارات راشد أحمد الكتبي وراشد محمد المهيري بالمركزين الأول والثاني على المستوى الفردي. وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز ينضم معنا عبر الهاتف السيد توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات. أهلا وسهلا بك السيد توفيق. في البداية نريد أن نتحدث عن الإنجازات المتواصلة لرياضة القدرة البحرينية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مختلف المحافل العالمية. شكرا لكم. ما من شك بأن الإنجازات التي تحققت في العام 23 من جانب الفريق الملكي للقدرة تأكيد على مكانة هذه الرياضة وترجمة للدعم والمؤازرة من سيدي جلالة الملك حفظه الله وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. هذا الفريق استطاع أن يواصل انتصارات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في فرنسا بعد فوز سموه ببطولة العالم التجريبية التي أقيمت قبل أسبوع في فرنسا أيضا، ولكن في مدينة سابقة مدينة أخرى. اليوم حقق الفريق الملكي للقدرة بطولة العالم للشباب والناشئين تكرارا للإنجاز الذي حققه في تشيلي عام 2015 بفوزه بالمركز الأول على مستوى الفرق والمراكز الثالث والرابع والسادس على المستوى الفردي، متفوقا على منتخب أو فريق إيطاليا وثم فرنسا، وهو تأكيد بأن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من تحقيق هذه البطولة، إنما الفريق الملكي البحريني اجتاز كل العقبات وحقق البطولة عبر نجاحه في المراحل الأربعة ليؤكد مكانة القدرة البحرينية وفرض السيطرة على المستوى الأوروبي في الواقع. نعم سيد توفيق، كيف ترى انعكاس اتصال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على فرسان الفريق الملكي للقدرة؟ جلالة الملك، سيدي جلالة الملك دائما مصدر اعتزاز وطاقة إيجابية لجميع المشاركات خاصة في مجال القدرة. حتى في عام 2015 في تشيلي حرص جلالته على تهنئة الفريق عبر مكالمة هاتفية، وبلا شك هذه المكالمات وهذه المؤازرة ترفع من معنويات الفريق، وشاهدنا جميعا على شاشة البحرين كم كانت الفرحة من قبل أفراد الفريق الذين تواصلوا بالحديث مع سيدي جلالة الملك واستمعوا إلى تبريكات وتهاني جلالته بهذه المناسبة. ما من شك بأن هذا وقع لهذا الموقف وقع كبير، ودائما يؤكد سيدي جلالة الملك بأنه الدافع والمؤازر للشباب دائما في مملكة البحرين. السيد توفيق الصالح مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات، شكرا جزيلا لك. في إطار التحضير للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره التدريبي الأول بجمهورية صربيا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني إخوان بيتزي بانتصار على فريق راجينكي الصربي ب3 أهداف مقابل 1. وكان الأحمر قد خسر أولى مبارياته التجريبية أمام فريق سراميسكا الصربي ب2 مقابل 3، فيما تمكن من الفوز في المواجهة الثانية على فريق الظفرة الإماراتي ب2 نظيفين.
هذا وقد وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للعب لقاءين وديين أمام منتخبي الكويت وتركمانستان. Muchísimo. La verdad es que pudimos observar a prácticamente todos los jugadores. استفدنا كتير من هالمرحلة ومن المباريات وقدرنا نتابع اللاعبين كلهم. Pudimos conocerlos, saber cómo entrenan, cómo trabajan, cómo disputan partidos. قدرنا نتعرف عليهم، شفنا كيف يتمرنوا، شفنا كيف نفسوا في المباريات. Y creo que ha sido muy importante estos días acá. بعتقد إن استفدنا كتير من هالمرحلة. الحمد لله انهينا اليوم ثالث مباراة. كانت فرصة للمدرب يشوف مجموعة اللاعبين اللي عنده، يجرب كل اللاعبين، عطاهم مجال وجرب طريقة اللعب. اللاعبين لهم كانت لهم فرصة ان يشوفون يفهمون في طريقة عمل المدرب، وكانت فرصة للانسجام في الوقت القصير. استفدنا استفادة كبيرة من المعسكر، خصوصا مدرب جديد، سيستم جديد، فمباريات قدرنا نفهم سيستم المدرب، طبقنا تعليمات المدرب اللي يبويها في الملعب، والحمد لله طلعنا اعتقد انه يعني بنتائج زينه من هذا المعسكر. الحمد لله معسكر اعتقد انه كان ممتاز، استفدنا منه بشكل كبير، خضنا ثلاث مباريات تجريبيه، كل اللاعبين اعتقد لعبوا المباريات، كل واحد خذ يعني وقته، المدرب حاول يوصل الافكار اللي بيوصلها بما انها اول مباريات مع المدرب. بالعكس اعتقد طلعنا بنتائج ايجابيه من ناحيه الافكار اللي اخذناها من المدرب والتمارين اللي اخذناها في هاي الفتره. انطلقت صباح اليوم منافسات بطوله العالم للتجديف في نسختها 51 بالعاصمه الصربيه بلغراد والمؤهله لاولمبياد باريس 2024. وتشهد هذه البطوله مشاركه منتخبنا الوطني ممثلا باللاعبين فهد جاسم وعمر الحسن في تصفيات زوج الرجال، الى جانب اللاعبه مريم عبد الله في تصفيات فرد السيدات. ويسعى لاعبو منتخبنا الوطني كسب المزيد من الخبرات والوصول للجاهزية التامة لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.